وللحديث عن المشاكل التي سيحدثها قانون الأمن الغذائي في شكله الذي صدر به عند تنفيذه، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أهلا بك معنا أستاذة ثائرة. حياك الله أخوي طيب. حياكم الله أستاذة. يعني في ظل عدم إقرار الموازنة مرر مجلس النواب في العراق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، السؤال هنا هل القانون له من اسمه نصيب؟ بمعنى هل يحقق هذا القانون ما روجت له الحكومة من أنه سيحل أزمات الفقراء والعاطلين والمطالبين أيضا بدرجات وظيفية؟ طبعا القانون هذا حسب مختصين محكوم عليه بالفشل، حتى لو سولت عليه مجلس النواب بصفة الجهة التشريعية، لأن الحكومة لن تستطيع تنفيذ القانون لأن المحكمة الاتحادية سبق وأن رفضت القانون، بالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية تجاوز قرارات المحكمة الاتحادية. طبعا يتحدث يتحدث عن المحكمة الاتحادية وتجاوز عليه فيبدو أنه ينسى أو لولا مصداقية المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لم يكن ليجلس على مقعده كنائب في بنش النواب العراقي. المحكمة الاتحادية تمارس عملها بموجب الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي، وهناك ممثلين لجميع المكونات في المحكمة الاتحادية. قانون اعتقد قانون الامن الغذائي تم اعدادهم من اجل سرقه المال العام تحت يافطه دعم الفقراء، بينما يتحقق الدعم الحقيقي وتحقيق الامن الغذائي يكون من خلال المصادقه على الموازنه عبر دعم الشرائح المستحقه. من الذي من الذي كان وراء، يعني كما ذكرت ان هذا القانون لربما هو باب جديد للفساد، برأيك من هو المسؤول الأكبر عن فتح مثل هذا الباب الآن؟ نعم طبعا هناك وضوح كامل ل هذا القانون بفتح مجلس النواب بعض من أعضاء الأحزاب والكتل، هناك تحدث عنه سياسيين مختصون خارج معادلة التجارب بين إطار التنسيق والتحالف الثلاثي، أن أساتذين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون، لهذا فكروا في الالتفات على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان وتطبيق معادلة تدوير السرقات بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي تدوير الفاسدين. برأيك هل تكفي يعني 1000 درجة وظيفية مع هذه النسبة الكبيرة من البطالة في صفوف الخريجين؟ يعني هذا الوقت لماذا أقرت الحكومة 1000 درجة لكل محافظة؟ يعني على أي أساس اعتمدت؟ أن الأعداد والمساحات لكل محافظة تختلف عن الأخرى، ناهيك عن نسب الفقر والمحرومين والعاطلين عن العمل في بعض المدن العراقية، تحتاج إلى أرقام كبيرة من الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين، بالتالي فإن هذه الدرجات لا تكفي من الأساس اللي انطتها اللي يوجه بها البرلمان عبر قانون الأمن الغذائي، هذه الدرجة ما تكفي، يعني نحن يعني اللي صوتوا على يعني الاستفتاء اللي صار على مدى تقديم الدرجات الوظيفية تقريبا فوق ال 40,000 درجة وظيفية. بينما هم مجلس النواب اقر 100,000 درجه فقط. برايك المجلس النواب يعني لا علم له بال 40,000 التي او الذين ذكرتيهم، ام يعني لماذا عين 10,000 فقط؟ الاعداد اللي تقدمت نعم الاعداد اللي تقدمت طلب التعيين ضمن ال 1000 درجه واللي حددها قانون الطوارئ ذكرت انه وصلت الى 40,000 واكثر، تكشف تكشف حجم البطاله في العراق والاعداد الهائله الملموسه فعليا. يعني كذلك اللجنه الماليه النيابيه اعلنت في السابق عدم تثبيت موظفي العقود عن الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي اللي اعدته اللجنه واختصت الموازنه. طبعا ايضا فيما بينت وزاره الماليه بينت لم ترد على كتابين رسميين من اللجنة لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والأجور اليومية
وتحويلهم وفق قرار 315. طبعا البعض يتصور باننا في موقفنا ازاء قانون الامن الغذائي هو موقف ضد الخريجين والعاطلين والمحاضرين. حقيقه احنا نقول بان هذا الموقف ليس موجه ضد احد بقدر ما هو ضد اتخاذ الموقف الخطا في اصدار القوانين. وللتوضيح نقول بان قانون الامن الغذائي هو قانون طوارئ، يعني تنتهي مدته يعني هو اقره بعدها يعني راح تنتهي مدته سنه 31/12. يعني نذكر انه هل ياتي في سياق الحلول الترقيعيه ام يعني 31/12/22 على ابعد تقدير، بعدها يعود المحاضرين الى نفس المعاناه هذا بالنسبه للمحاضرين. إذن في هذا السياق يأتي هذا القانون في سياق الحلول الترقيعية أو لإسكات بعض الأفواه أم ماذا؟ هذه حلول مؤقتة، حلول مؤقتة. طبعا الحكومة بهذا القانون أرادت أن تسكت أفواه وتستفيد أيضا من هذا القانون من جهة الأحزاب اللي تحب مصالحها أنه تزيد من سرقاتها وفسادها بالدولة. كيف يمكن أن يفسر تهميش وزارة المالية في قانون الأمن الغذائي لبعض المحافظات من قوائم القانون؟ نعم، بعض المحافظات شطب اسمها من قوائم التخصيصات المالية بهذا القانون وهذا الدعم للأمن الغذائي. طبعا هذا سبب حالة استياء وغضب وسرعان على مستوى الشارع العراقي، لا سيما مع استمرار الوزاره عدم بيان الامر للمحافظات التي لم تشمل بالتخصيصات وتثبيت تعيينات ومحاضريها وخريجيها. منها المحافظات اللي لم تشمل بهذا القانون محافظه المثنى وكربلاء والنجف إيفان ويمكن اعتقد بابل وواسط، حيث يمنح القانون صلاحيه تحديد المشاريع المشموله باموال هذا الحساب من قبل وزارة التخطيط والمفروض أن تكون رقابة برلمانية على تحديد المشاريع وتوزيعها على المحافظات بعدالة. هذا أيضا منفذ لمنح وزارة واحدة التحكم بمصير هذه الأموال الطائلة حسب اقتراح القانون، وهو ما يثير الشك بأنه التفات على صلاحية البرلمان في إقرار الموازنة العامة واحتمالية تحكم الجهة السياسية اللي تدعم أو تتولى وزارة التخطيط في هذه الأموال بحسابات ضيقة تفتقد العدالة. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي، شكرا جزيلا لك.